مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها صحيفة ديفانسا سنترال حينما أكدت أن حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس طلب مؤخرا الرحيل عن النادي الملكي. الصحفي الإسباني ماتي دياز الصديق المقرب من القديس قال إن كاسياس طلب من وكيل أعماله كارلوس كورتوبيا الرحيل عن الميرينجي خلال الميركاتو الحالي في ظل اهتمام أندية أرسنال باريس سان جيرمان وغيرها من الأندية بالتعاقد معه. إيكر عانى من قلة المشاركات مع ناديه خلال الموسم الكروي المنصرم في ظل تألق الحارس دييغو لوبيز وهو ما جعله يفكر جديا في الرحيل نهائيا عن القلعة الملكية.